أهلا وسهلا بكم وفرحانين بوجودكم ويانا. هاليوم بنعمة الرب راح نتأمل بموضوع سميته تأثير العصيان. راح نقرأ من تكوين إصحاح الثالث من العهد القديم والعدد 10 ونكمل بعض الآيات إلى الأمام. فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. هذا كان آدم. فقال الله له: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. هل فكرت في اليوم أنه كم هي حجم الخطيئة؟ هل أكو خطيئة كبيرة؟ خطيئة صغيرة؟ عم تعرف هذا الموضوع محتاج تعرف أنه شنو نتيجتها. النتيجة الخطيئة بتبين مداها، بتبين حجمها. مرات نفكر أنه هي كانت تفاحة، آدم أكل من تفاحة والله عاقبه، لكن بصراحة الكتاب المقدس ما علمنا أنه هي تفاحة، والموضوع هو أهم بكثير من ما هي تفاحة أو لا. الموضوع هو كان عصيان أوامر الله. القصة كلها لها علاقة في عصيان تعاليم الله وتحذيرات الله اللي أعطاها لآدم وحواء. أبونا من أبونا آدم كسر وصية الله، النتيجة كانت فقدان العلاقة مع الله، وبعدين الفقدان العلاقة مع نفسه، الرفض للنفس، وبعدين انكسر شيء بينه وبين حواء، وحمل حواء السبب، وبعدين الله بيقول له ملعونة الأرض بسببك. يمكن هسه بداية الأمور تبين لنا شنو العواقب لعصيان تعاليم الله، إنه من نكسر وصية الله بنفقد علاقتنا مع الله، بنكسر شيء موجود بحياتنا، بنفقد العلاقة الاجتماعية، وهي نتيجتها المشاكل الموجودة هي بسبب الخطيئة، بسبب عصيان الله. وبعدين بنشوف إنه الأرض ملعونة بسبب آدم وخطيئة اللي سواها بسبب الخطيئة. اليوم أنت تقدر ترجع وترجع العلاقة على أساس عمل المسيح اللي عمله على الصليب، لكي ما يكون عندك الحياة الأبدية ويكون عندك فعلا بتشوف نفسك أنك أنت غالي وثمين والله بيحبك. خلينا نصلي هالصلاة باختصار لكن بإيمان. صلي وياي هالصلاة. يا أبانا السماوي، أنا بشكرك من أجل أنه أنت عندك الحل، بالرغم من أنا فقدت كثير أشياء بسبب الخطيئة، لكن أنت أمين أنك تقدر تعوض إلي الأشياء اللي فقدتها فعلا بسبب الخطيئة. أشكرك من أجل أنه هاليوم أيضا في رجاء وفي أمل. باسم المسيح أصلي، آمين. الرب يباركك.